هكذا على بركة الله وتوفيقه نحييكم من جديد ونجدد لكم التحية واللقاء في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. ينطلق شوطنا الثالث والخاص بالإبكار. نتابع المقدمة والمركز الأول هنا تأتي الشبابية لحمد بن راشد بن نايع الأغفلي، بينما يليها في المركز الثاني مغيرة لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الحبابي. ولكن هناك من المتسللة والقادمة خيال لعلي بن سعيد بن بطي الدرعي القادمة في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الواصلة في هذه اللحظات هذه يكسب لعوض بن حارب بن مهير الاكتبي، بينما في المركز الخامس التي تتقدم مراسيل لظافر بن مهدي بن ناصر الاحبابي. هكذا هي النتيجة والنداء للخمسة المراكز الاولى، ولكن العودة الى الصراع، العودة الى الشبابية الباحثة عن التسعيرة، الغادمة من ميدان الشعب يتقدم بالنايع، ولكن وصلت وتقدمت همس لمحمد بن راشد بن مرخان القادمة في المركز الثاني هنا، بينما القادمة هناك مغيرة لعلي بن جابر بن مصلح. ولكن الشبابية سلالة الشبابي الغنية عن التعريف، سلام للروية، سلام انتاج الروية، سلام يا اهل اللبسة، سلامي على هذا الاداء. تهانينا لحمد بن راشد بن نايع الاغفلي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت مغيرة لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي، والمركز الثالث فكان الوصول من خيال لعلي بن سعيد بن بطي الدرعي. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء شاهدتوا هذه المنافسة الغوية التي يشهدها ميدان سيف العرب في هذا الصباح الجميل. التوقيت الزمني ايضا 2:07 ما شاء الله.